بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رب العالمين نبدأ في الحصة الرابعة كيمياء الثاني عشر بدرس الهيدروكربونات الهالوجينية. الهيدروكربونات الهالوجينية، ما هي الهيدروكربونات الهالوجينية؟ ما هي الهيدروكربونات الهالوجينية؟ هي مركبات عضوية مشتقة من الهيدروكربونات الأليفاتية أو الأروماتية باستبدال ذرة هالوجين أو أكثر محل ما يماثل عددها من ذرات الهيدروجين. يعني لو استبدلت ذرة هالوجين محل هيدروجين، ذرة هيدروجين، أو اتنين ذرة هالوجين محل اتنين ذرة هيدروجين، يبقى ذرة الهالوجين تحل محل ما يماثل عددها من ذرات الهيدروجين. دي بسميها المركبات الهالوجينية، مشتقة من الألكانات بانتزاع ذرة هيدروجين علشان يديني شق الألقين، زي الميثان CH4، واحد ذرة كربون أربعة هيدروجين، انتزعنا منها واحد هيدروجين بيعطيني مجموعة الميثيل CH3، مجموعة الإيثان C2H6 H6، انتزعنا منها ذرة هيدروجين يديني إيثايل C2H5، بروبان C3H8، انتزعنا منها ذرة هيدروجين بيديني بروبايل C3H7، بيوتان C4H10، انتزعنا منها ذرة هيدروجين بيديني بيوتايل C4H9، C5H12 بنتان، انتزعنا منها ذرة هيدروجين بتديني الشك الألقيل بنتايل C5H11. يبقى قلنا الهيدروكربونات الهالوجينية هي عبارة عن مركبات. هي هتلاقيها في الكتاب صاد 64. شك ألقين ودخلت ذرة هالوجين. ذرة الهالوجين اللي هي في الجدول الدوري مجموعة 7، ايه هي الهالوجينات، ذرة من ذرات الهالوجينات زي اليود، زي البروم، زي الكلور، دي لو كانت في الأليفاتية. اما لو في الأروماتية بستبدل ذرة هالوجين مكان ذرة هيدروجين في حلقة البنزين العطرية. طيب، استخدامات الهيدروكربون الهالوجينية ليها استخدامات كثيرة جدا في حياتنا. أول استخدام كلوريد الفينايل في تحضير مادة البي في آي المستخدمة في صنع الأنابيب والعوازل. وأول الدرس في الكتاب عندك مرسومة شكل الأنابيب اللي بتستخدم فيها المركبات الهيدروكربون الهالوجينية. تاني شيء في استخدامات الهيدروكربون الهالوجينية الكلوروفورم CHCl3، بيستخدم كمخدر، وقد كان لاستخدامه أثر كبير في تقدم الجراحة الطبية. يبقى إذن الهيدروكربون الهالوجيني بنستخدمها في الجراحة الطبية.
بمادة الكلوروفورم. كمان من استخدامات الهيدروكربون الهالوجينية رابع كلوريد الكربون، بستخدمه في صناعة الكلوروفلوروكربون. مادة الكلوروفلوروكربون تستخدم كعامل تبريد الثلاجات وأجهزة التكييف وغازات دفع في علب رش المبيدات الحشرية ومصففات الشعر ومعاجين الحلاقة. يبقى خلصنا من استخدامات مركبات الهيدروكربون الهالوجينية، وقلنا ليها ثلاث استخدامات في حياتنا: في الأنابيب والعوازل، وفي الجراحة الطبية، وكعامل تبريد الثلاجات وأجهزة التكييف وغازات دفع في علب رش المبيدات الحشرية ومصنفات الشعر ومعاجين الحلاقة. عندنا نوعين من الهيدروكربون الهالوجينية. أول نوع هاليد الألكايل أو هالو ألكان، وتاني نوع هاليد الفينيل أو هالو بنزين. هاليد الألكايل هيدروكربونات هالوجينية فيها تتصل ذرة الهالوجين واحد بشق ألكين. يبقى لو اتصلت ذرة الهالوجين بشق ألكين بسميه هاليد الألكايل. أما لو اتصلت ذرة الهالوجين بشكل فينايل أو الأرايل بسميه هاليد الفينايل. يبقى عنده نوعين من الهيدروكربون الهالوجينية: هاليد الألكايل وهاليد الفينايل. هاليد الألكايل لو اتصلت ذرة الهيدروجين بواحد ذرة الهيدروجين بشق ألكيل. هاليد الفينايل لو اتصلت ذرة الهالوجين بشق الفينايل اللي هي الحلقة العطرية أو حلقة البنزين السداسية. ملاحظة هامة جدا: هاليد الألكايل أكثر نشاطا من هاليدات الفينايل. مثال: كلوروميثان هاليد ألكايل أكثر نشاطا من كلوروبنزين. يبقى كلوروميثان أكثر نشاطا من كلوروبنزين. كلوروميثان مثال لهاليد ألكايل، كلوروبنزين مثال لهاليد الفينايل. هاليد الألكايل أكثر نشاطا من هاليد الفينايل. ميثان، بأشيل مقطع الآن وأضيف مقطع اليل، يبقى الميثان أصبح ميثايل. الصوت واضح؟ ميثان شكل عقيلي بيجي ميثايل، حلقة البنزين C6H6 بانتزاع واحد هيدروجين بيديني شق الفينايل. شق الفينايل اللي هو C6H5.
وضحنا شكل القيل بيأتي ازاي، بشيل ان واضيف يل، ان اضيف يل، ميسان شكل القيل، شكل القيل يصبح ميساي. شق هاليد الفينايل حلقة البنزين، بشيل بنتزع منها ذرة هيدروجين بيبقى فينايل، بيبقى فينايل. ننتقل إلى تسمية الهيدروكربون الهالوجينية. تسمية الهيدروكربون الهالوجينية تسمية شقوق، تسمية شقوق الألكايل. شكل الألكايل زي الميثايل، هو الاسم الألكاني المقابل الذي يحتوي على عدد ذرات الكربون نفسه بحذف المقطع آن وإضافة يل، يبقى ميثان ده الألكان. بشيل مقطع آن وأضيف مقطع يل يبقى ميثايل. زي ما هو مبين في الجدول، ميثان ميثايل، إيثان إيثايل، بروبان بروبايل، بيوتان بيوتايل، بنتان بنتايل، هكسان هكسايل. واضح معايا يا شباب؟ شكل الألقيلي عرفت بوصله ازاي؟ بشيل آن، بشيل مقطع آن واضيف مقطع يل. ميثان ميثايل، إيثان إيثايل، بروبان بروبايل، بيوتان بيوتايل، بنتان بنتايل، هكسان هكسايل. هذه الشقوق، شقوق الألقيل. شقوق الألقيل خد بالك، خد بالك، في مجموعة اسمها مجموعة الأيزو. مجموعة الأيزو هي ذرة كربون تتصل بذرة هيدروجين ومجموعتي ميثايل. زي المثال، زي المثال اللي انت شايفه قدامك اهو، CH3CH3. كم ذرة كربون؟ 1 2 3. لكن مجموعة الميثايل أو المجموعتين الميثايل ليست على استقامة واحدة. لما تكون مجموعة الميثايل ليست على استقامة واحدة، هي دي مجموعة الأيزو. بقول أيزو بس أيزو إيه؟ أيزو بروبايل. CH3CH2 كم ذرة كربون؟ 1 2 3 4 4، يبقى بيوتايل، بيوتايل. لكن مجموعات الميثايل اللي داخل عندي في المركب ليست على استقامة واحدة، علشان كده بسميها أيزو، أيزو بيوتايل. يبقى أول مركب اسمه أيزو بروبايل، تاني مركب اسمه أيزو بيوتايل، اسمه أيزو بيوتايل. التسمية الشائعة للهيدروكربون الهالوجينية، عند نوعين من التسمية للهيدروكربون الهالوجينية، عند التسمية الشائعة والتسمية بالأيوبات. التسمية الشائعة والتسمية بالأيوبات. السلام عليكم. هتلاقي التسمية الشائعة
في الكتاب المدرسي صاد 64، صاد 64. ازاي بسمي المركبات الهيدروكربون الهالوجينية؟ ازاي بسميها في التسمية الشائعة؟ ازاي بسميها في التسمية الشائعة؟ التسمية الشائعة لمركبات الألكان أحادية الهيدروكسيد شكلها R X، ال R مجموعة الألكايل، ال X ذرة الهالوجين، ال X ذرة الهالوجين. طريقة تسمية الأملاح، يبقى التسمية الشائعة في الهيدروكربون الهالوجينية شبه تسمية الأملاح، بأضيف يعطيك العافية يا أستاذ، بأضيف اسم ذرة الهالوجين، بأضيف اسم ذرة الهالوجين بالمقطع يد، يبقى لو بروم أقول بروميد، لو كلور، لو كلور بقول كلوريد. التسمية الشائعة، الأمثلة في الجدول التالي، الأمثلة في الجدول التالي، الأمثلة في الجدول التالي. قلنا مجموعة الميثايل ويود. التسمية الشائعة يوديد الميثايل، يوديد الميثايل، يبقى اليود كله مقطع يد والميثايل تنزل زي ما هي، يبقى يوديد الميثايل. البروم مع مجموعة إيثان بسميها بروميد الإيثايل، بسميها بروميد الإيثايل. ثالث مركب، واحد ذرة كربون، اثنين ذرة كربون، ثلاثة ذرة كربون وذرة بروم، بسميه في التسمية الشائعة بروميد بروميد البروبايل، مجموعة بروبايل وبروم بسميه بروميد البروبايل. رابع مركب، ثلاث ذرات كربون داخل معاها ذرة كلور بسميه كلوريد، كلوريد البروبايل. بس خد بالك، خد بالك، ممكن اسميه اسم تاني كلوريد ايزوبروبايل علشان ليست على استقامة واحدة، ذرة الكلور دشة ليست على استقامة واحدة. المركب الرابع عندي بعد ذرات الكربون، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ودشة مجموعة كلوريد، ودشة مجموعة كلوريد، دشة مجموعة كلوريد، وأنا عندي أربع ذرات كربون، أربع ذرات كربون يا شباب قلنا بيوتايل، مجموعة البيوتايل والكلوريد، التسمية الشائعة كلوريد البيوتايل، كلوريد البيوتايل. المركب الخامس بعد ذرات الكربون، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وداخل معاها مجموعة بروم، وداخل معاها ذرة بروم، بسميها بروميد، بروميد البيوتايل، بروميد البيوتايل. المركب السادس، واحد اثنين ثلاثة أربعة ذرات كربون، أربع ذرات كربون يبقى بيوتايل، داخل معاها ذرة كلور بسميها كلوريد ايزو بيوتايل او كلوريد البيوتايل، كلوريد ايزو، ايزو ليش ايزو؟ ايزو علشان الميثايل ليست على استقامة واحدة، ليست على استقامة واحدة.
قلنا مجموعة الأيزو مجموعة الأيزو حد في طالب بيسأل طالب عن بيسأل عن مجموعة الأيزو مجموعة الأيزو قلنا مجموعة قلنا الأيزو مجموعة الأيزو الشكل الشكل الألقيلي الألقيلي المجموعات مجموعات بتاعة الشكل الألقيلي زي الميثايل بتكون ليست على استقامة واحدة وهنشوفها في الأمثلة التالية. التسمية بنظام اليوباك محدد طول السلسلة وبعد ذرات الكربون وبألاحظ دخول ذرة الهالوجين في السلسلة الكربونية الموجودة عندي أو في المركب الموجود عندي، لأن أنا ببدأ أعد ذرات الكربون من عند ذرة الهالوجين اللي هي داخلة عندي أنا ببدأ أعد من عند ذرة الهالوجين اللي هي داخلة عندي. بعد كده برقم من أقرب طرف لذرة الهالوجين، وبعد كده بسمي المركبات كالآتي: أول مركب ذرة الكلور داخلة عندي في ذرة الكربون رقم 2. أنا بدأت أعد من هنا علشان القريبة من ذرة الهالوجين يبقى 1 كربون، 2 كربون، 3 كربون، 4 كربون، 4 كربون، تمام؟ يبقى بيوتان. طالما 4 ذرات كربون يبقى بيوتان. طيب ذرة الكلور داخلة في ذرة الكربون رقم كام؟ رقم 2. خد بالك معايا يا حبيبي، ذرة الكربون داخلة عندي في ذرة الكربون رقم 2، وأنا عندي 4 ذرات كربون، يبقى بسمي بتسمية الأيوبات 2 كلورو بيوتان. ليه أنا سميتها كده؟ لأن ذرة الكلور داخلة عندي في ذرة الكربون الثانية، عشان كده بقول 2 كلورو، لأن ذرة الهالوجين كلور، كلورو بيوتان. ده أول مركب عندي. تاني مركب عندي CH3CH2I، مجموعة يود. برقم زي ما قلت لك، أنا برقم لأقرب ذرة هالوجين 1 2 3، يبقى ذرة اليود داخلة عندي في ذرة الكربون رقم 1، وأنا عندي تلت ذرات كربون، يبقى بروبان. التسمية بالأيوبات 1 علشان ذرة الهالوجين داخلة معايا في ذرة الكربون رقم 1، 1 يودو بروبان، 1 يودو بروبان. ده تاني مركب عندي. المركب رقم ثلاثة خد بالك، عشان أنا داخل عندي اتنين ذرة هالوجين، وهو إيه؟ وهو الكلور. كم ذرة كربون؟ 3 ذرات كربون. برقم من عند أقرب طرف لذرة الكلور، 1 زي ما أنت شايف، 2 داخلة عندي ذرة الكربون في رقم 2، ذرة الكلور داخلة في ذرة الكربون رقم 2، وادي الذرة رقم 3، يبقى 3 كربون، يبقى بروبان. 2
اتنين اتنين ثنائي كلورو بروبان، اتنين بتاعت ذرة الكربون رقم اتنين، واتنين بتاعت ذرتي الهيدروجين اللي هي الكلور، اتنين كلور قلت اتنين. في الحالة دي بضيف كلمة ثنائي، ثنائي كلورو بروبان، يبقى اتنين اتنين ثنائي بروبان. بنتقل إلى المركب التالي بعد ذرات الكربون من أقرب ذرة كلور، ده من أقرب ذرة هالوجين داخلة عندي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمسة يبقى بنتان، زي ما قلناهم في الألكانات، ميثان إنسان بروبان بيوتان بنتان هكسان. هنا خمس ذرات كربون، خمس ذرات كربون يبقى بنتان. ذرة الكلور داخلة عندي في الذرة، ذرة الكربون رقم اتنين، ذرة الكربون رقم اتنين، وكمان داخلة عندي مجموعة تاني، مجموعة الإيصايل في ذرة الكربون رقم تلاتة، عشان كده بسمي المركب بتاعي تلاتة إيصايل، تلاتة إيصايل اتنين كلورو بنتان. ليه أنا سميته كده؟ لأن ذرة الكربون رقم تلاتة داخلة عندي مجموعة إيصايل، وذرة الكربون رقم اتنين داخلة عندي ذرة كلور، يبقى اتنين كلورو بنتان، يبقى تلاتة إيصايل اتنين كلورو بنتان. المركب التالي بعد ذرات الكربون لأقرب ذرة هالوجين، ألاحظ أن أنا عندي أربع ذرات كربون، واحد اتنين تلاتة أربعة، عندي ذرة الكربون التانية داخل عندي ذرة هالوجين برو، وكمان داخل عندي مجموعة ميثايل، بسميه اتنين برومو، اتنين ميثايل بيوتان، لان انا عندي ذرة الكربون رقم اتنين داخل عندي ذرة برومو، وكمان داخل عندي مجموعة ميثايل، علشان كده قلت اتنين برومو اتنين ميثايل بيوتان. ليه بيوتان يا شباب؟ عشان عندي اربع ذرات كربون. عديت ازاي؟ عديت من عند اول ذرة كربون قريبة من ذرة الهالوجين، او قريبة من ذرة او من مجموعة الميثايل الدشة داخلة عندي. طيب ده كله في الشق الألكيلي. طب لو في الشق الفينايل، شق الفينايل زي ما انت شايف المركب اللي قدامي حلقة بنزين دخلت عليها ذرة هالوجين اللي هي البروم، بسميها برومو بنزين بتسمية الأيوبات. برومو ليه؟ علشان ذرة الهالوجين الموجودة عندي بروم، وحلقة البنزين الموجودة، يبقى اسم المركب اللي قدامي برومو بنزين. طيب المركب التالي مجموعة، المركب التالي ذرة الهالوجين اللي داخلة عندي في حلقة البنزين ذرة الكلور، بتسمية الأيوباك بسميها كلورو بنزين. طيب حد يرد عليا من الشباب؟ لو أنا عايزها بتسمية الشائعة، المركب ده أسميه إيه؟ بروميد البنزايل، بروميد
البنزاين. والمركب الثاني كلوريد البنزاين او بروميد الفينايل او كلوريد الفينايل. تصنيف الهيدروكربونات الهالوجينية، ودي تعتبر اخر جزئية عندي هتكلم فيها في هذا الدرس. تصنيف الهيدروكربون الهالوجينية: هاليد الكايل اولي، هاليد الكايل ثانوي، هاليد الكايل ثالثي. هاليد الكايل اولي لما يكون ذرة الكربون عندي 2 هيدروجين وذرة واحدة الكايل. هاليد الالكايل الثانوي لما يكون عندي ذرة واحدة عكس ذرة واحدة كربون، ذرة واحدة هيدروجين واثنين مجموع واثنين الكايل. هاليد الالكايل الثالثي لما يكون عندي ذرة الكربون مفيش هيدروجين متصل ومتصلة بثلاث الكايل، يبقى واحد الكايل واثنين هيدروجين الكايل الاولي، اثنين الكايل واحد هيدروجين الكايل ثانوي، ثلاثة الكايل واحد كربون، بيبقى هاليد الكايل ثالثي. الأمثلة CH3CH2Cl كلورو إيثان ده أولي اتنين ذرة هيدروجين وذرة ميثايل واحدة. CH3CH2CH2I يوديد البروبان أولي، اتنين ذرة هيدروجين واحد أي. في حد مش فاهم يا شباب؟ في حد مش فاهم هاليد الألكايل الأولي؟ ننتقل إلى هاليد الألكايل الثانوي. المثال 2 كلورو بروبان، علشان عندي 2 مجموعة ألكايل واحد بس هيدروجين، عشان كده بقول هاليد ألكايل ثانوي. المركب الثالث 2 كلورو 2 ميثايل بروبان، تلاتة الكايل ومفيش هيدروجين، علشان كده بسميه هاليد الكايل ثالثي. هاليد الكايل ثالثي. سؤال علل: يعتبر كلوريد ايزوبروبايل من هاليدات الالكايل الثانوية، علشان خاطر موجود 2 مجموعة ميثايل وهيدروجين فقط. بروميد ايزوبيوتايل من هاليد الالكايل الأولية، علشان 2 ذرة هيدروجين وذرة ميثايل واحدة. في أي سؤال يا شباب؟ بكده قد انتهى درس الهيدروكربون الهالوجينية، وقلنا التسمية الشائعة، وقلنا كمان التسمية بالأيوباك، وقلنا كمان تصنيف الهيدروكربون الهالوجينية. وبهذا القدر ينتهي درسنا اليوم. معكم أستاذ فرج الهواري، أجيال المستقبل للأهلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.